شوف رأي المباراة كان صعيبة للفريقين وليس فقط للجيش. نظن الشوط الأول قبل حصول لاعب الرجاء ورقة حمراء كانت الهجومات متكافئة والدليل على ذلك اللي خلقنا فرص ربما أكثر من الرجاء، حتى ولو كان فما يعني أفونتاج خفيف لصالح الرجاء في اللعب، وهذا عادي تلعب على ميدان. أظن أنا الرأي للمباراة كان جميلة صراحة، والتعادل مرضي للفريقين لأنه لعبنا ما جيناش كندافعوا، ومنعنا الرجاء من صنع لعبها من الوراء. لو لاحظتوا اللي تبع فهمت الرجاء ما لقاتش نفسها خصوصا من الناحية هذه، وهذا راجع راجع لأنه اللي قالوا مدرب الرجاء راح برشيدي شاف والمدرب الألماني، هذا عادي جدا. باش ما نخرجوش عن الموضوع، نظن مباراة جميلة فيها أهداف، إرادة مدربين باش يلعبوا كرة هجومية، وهذا اللي نحددوه. أظن كوش ما قدمش أن إقحام لاعب الهبط اليوم أمام فريق السابق وتلقي بطاقة حمراء كان في نوع من المغامرة، وغتأثر ربما نفسيا على اللاعب قادم المباريات مع فريق الجديد الجيش الملكي. أول شيء أنا ما هبطش غير الهبط، هبط ثلاثة لاعبين، علاش ما تستنيش على ثلاثة لاعبين؟ لأن الهبط هذا فريق السابق فريق الرجاء. لا خلاص، التاريخ، احنا في الحاضر والمستقبل. كل احتراماتي للرجاء وجمهور الرجاء، اسألني على ثلاثة لاعبين اللي دخلوا، ثلاثة لاعبين ليس الهبطي فقط اللي أعطى الإضافة، ثلاثة لاعبين اللي دخلوا وهم اللي أعطوا الإضافة. إذا كانت تحب توصل للهبطي وتحب ردة فعل المدرب، أنا أقول مانيش راضي على التعامل اللي صار بينه وبين الجمهور، ووصيته أنا قبل المباراة، لكن كان ضغط كبير عليه في الأيامات والأسابيع الفارطة، مازال صغير في السن، يعني الحمد لله ما غلطش غلطة كبيرة، لكن لازم يتعلم مش يتحكم في أعصابه في قادم المباريات إن شاء الله. الحمد لله كما قلت فريق رجاء فريق كبير، ولكن فريق جيش ملكي هو فريق كبير. جينا باش ناخذ 3 بوان ماشي على قبل 1 بوان، الحمد لله كشرت لنا 1 بوان خارج ديار ديالنا كتحسب لنا بوزيتيف، غادي نحاولوا ان شاء الله نعوضوا 3 بوان ديالنا في الماتش الجاي. وكما كنقول لك فريق جيش الملكي هذا العام غادي ندافعوا على جميع الالقاب اللي غادي نشاركوا فيها، وغادي نقول الكلمه ديالنا ان شاء الله. بالنسبه لكم واش الطرد ديال خفيف سهل عليكم المأموريه الماتش انكم ترجعوا؟ سي نورمال، اي فرقه غادي تاخذ كارتون روج غادي نحاولوا باش نرجعوا في المقابله، حاجه عاديه في كره القدم. حاولنا نرجعوا في مقابله ونسجلوا هدف ديال الانتصار ما كتشافش لينا، وكما قلت لك نقطه خارج ديار كتحسب لينا بوزيتيف، وغادي نحاولوا غادي ندافعوا على البطوله ديالنا بجميع الطرق ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.